مشاهدينا صباح الخير للجميع، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من فواياج فواياج. اليوم عندي سر خبركم اياه، سر الخريف. برونو عم بيضحك. وهذا السر اذا بدكم تعرفوا بدكم تحضروا حلقتنا للاخر، وهذا السر بدي اطلب منكم تخبروه للجميع مش تخبوه لكم. حلقتنا اليوم هي سفره داخل لبنان على منطقه رائعه، منطقه صارت معروفه اكثر واكثر من كم سنه وقتها صارت منطقه مقدسه، هي منطقه القديس حرجين بشمال لبنان. وجولتنا اليوم مع ضيف مميز جدا، برونو طبال. برونو كيفك؟ صباح الخير إليك وللمشاهدين. اشتقنا لك. بعدنا مش واعيين وعلقانين بالعجقه وعلقانين بالاخر تكه. اهم شيء بتعرفي سواقات لبنان الناس كيف بيسوقوا بلبنان، هي العجقه مش مشكله، هي العالم كيف بتسوق. انت عامل ستريس بدك توصل على الوقت، مش الحال. مش الحال. برونو يعني حضرتك فنان كامل فينا نقول، مغني وممثل ومنتج، واليوم عندك كمان شغف جديد بدك تخبرنا عنه، رح هو بتصور حبك للطبيعه اللبنانيه، ما هيك؟ هو اصلا منه مثل ما انت عم تقولي شغف جديد، ومنه جديد وقديم كتير. قديم كتير بس نحن عم نكتشفه جديد. حبي للطبيعة اللبنانية وللبنان بالإجمال وخاصة لجبال لبنان هو مش جديد، يعني من أيام الطفولة وربي معي، وعرفت أنه على عمر معين أنا رح يرجع يصير أكثر إذا بدك موجود بحياتي بطريقة أكثر منتظمة، إلى جانب الفن وكتير قصص تانية. فهلا رح اخذكم معي على حردين. شو بدكم؟ بدك نبلش؟ انا حردين بحردين بحردين يلا. رح نبلش اول شيء بالخريطه للاشخاص اللي ما بيعرفوا وين بتصير حردين. اكيد كلنا بنعرف انه بتصير بشمال لبنان بقضاء البطرون، بين علينا هون على الخريطه. قد ايه بدها وقت من بيروت؟ حسب العجقه. هلا بلا العجقه، خلينا بلا العجقه. ليكي بلا العجقه هي بدها ساعه ونص. اوكي. بدها من البترون، من مدينه البترون تقريبا شي 25 دقيقه ل 30 دقيقه لتوصلي، بتطلعي بتاخذي الاوتوستراد السريع اللي بيوصلك على تنورين، بتفرقي على كفر حلدا، بدك 10 دقائق بتصيري بضيعه الحردين. طب وهل هالضيعه شو فيها شي حلو؟ ليه حبيت انت هونيك يعني تعمل نشاطات هلا رح نحكي عنها؟ شو سحرك بالمنطقه؟ منا منطقتك. أنا منطقتي الأشرفية، ضيعتي الأشرفية. ضيعتك الأشرفية. بتعرفي كل اللبنانيين عندهم ضيعة، أنا ثاقبت ما عندي ضيعة، أنا من المدينة، بس كان عندي شغف للجبل من أنا وصغير، لأنه بي عرفنا على منطقة تنورين، لأنه من زمان كان مدير شركة المي تنورين، ما بدنا نعمل دعاية بس إنه هي الحقيقة، واكتشفنا هذه المنطقة كان عمري 4 سنين، وبقيت معي وكنا نصيف فوق ونهرب من الحرب، حتى بتعرفي هونيك يعني ما كان توصل الحرب. فقضاء البترون ربي قصة حب بيني وبينه. وكبرت ومع الوقت صارت تتطور وبقيت لهلا وخلص، هذا بيقولوا الحب الطفوله ما بيخلص، بالعكس بيصير يكبر كل ما بتكبري. فالحلو مع بالحردين انه انا اكتشفتها من رفيق لي اللي هو شريكي جوزيف خوري اللي هو من المنطقه من فوق، واللي اكتشفته بالضيعه غير انه انا كنت زايرها، بس بتعرفي لما بتكتشفيها مع حدا من الضيعه بتكتشفيها اكثر بطريقه بيرسونال يعني شخصيه. هلا الصور الرائعه هالطبيعه، عم نشوف كل القضاء، هلا عم نشوف مثلا غير ضياع، بس انه انا حبيت فرجيكم صور من القضاء، فرجيكم صور المناظر اللي بتشوفيها من هالضيعه، كل منطقه كل منظر كل قرنه من هالضيعه فيها منظر حلو كثير، فيها صحراء فحردين اكتشفتها هيك، اكتشفتها الضيعه اللي هي منزويه اذا بدي يكون عم نشوف الصخره، عم نشوف بيوتها اللي كلهم ارميد، هي منزويه ليش؟ لانها محاطه بجبال وبشجر بغابات، يعني بعدها كثير قليل انها بعدها غابات وهي مصنفه، يعني ممنوع تعمري فيها الا اساس مع ارميد وهيك، يعني صفى في عن في محافظه لها، وهيدا بيرجع لفضل اهلها يلي وعيوا لهيدا الموضوع. وفي كثير قصص لها دخل بحردين، ان كانت سياحيا او ان كانت تاريخيا كثير او حتى دينيا اكيد. يعني للي ما بيعرفوا حردين معروفه ب 36 كنيسه. 36 كنيسه بيرجع منهم لايام القرون الوسطى وقبل كمان، يعني في كنيسه مثلا مارشاليتا ونهرة محفوره بالصخر عمرها يمكن من 1100 او حتى قبل كمان. هيدا مثل. حتى فيها على راس الجبل هلا رح نشوفها اكيد ورح نحكي عنها، فيها قلعه رومانيه اسمها معبد ميركور، هو هيدا القلعه، ومعبد ميركور يمكن الوحيد يلي بتعرفي راس الاعمده عندنا بلبنان الرومانيه، شكل معين. يبقى كورنتيان شكلها بحردين شكلها ايونيكي اللي هو شيء كثير نادر بلبنان، يعني هول تفاصيل نحن عم نخبر عنهم بالوقت الضيق اللي عندنا اياه، بس تنقول هلا قبل ما نشوف كل هالمعالم الخاصه اللي فينا نشوف هون، ديجا المناظر لحالها بتصور بتسحر، في هدوء في رواق في اذا واحد هذا كله هذا قرص تنورين بنشوفهم من ميل التنورين بنشوفهم من حردين، بس نطلع على راس الجبل
يعني عندك مناظر كتير كيف ما تبرمي. وشو ما كانت الفصول؟ شو ما كان أهم شيء شو ما كانت الفصول؟ عم نشوفها تحت التلج كمان. عم نشوفها تحت التلج. هلا نحن عم نحكي عن سر الخريف. هذا الفصل اللي بتصور من أحلى الفصول واحد يكتشف فيه لبنان. الخريف والربيع ما بيكون في كتير شوب، ما بيكون في كتير سقعة. شو بتنصح العالم ياخدوا معهم إذا طالعين هايكينج على حردين على هالمنطقة؟ شو ياخدوا معهم؟ شو ما ينسوا؟ شو النشاطات فيهم يعملوها هونيك؟ أول شيء الجود مود تبعهم، يروحوا بنفسية مرتاحين طالعين على الجبل، إيجابية، لأنه بيعبوا إنرجي من الطبيعة ومن الأشجار ومن هالأرض المقدسة بيسموها أرض القداسة كمان. بدي أقول كمان هون إنه حردين هي أول ضيعة مسيحية بجبل لبنان. يعني هيدا شيء كتير مهم نذكره، لأنه بالتاريخ مثلا كمان أول ناسك امرأة اسمها سارة كانت بحردين حوالي 1100. هلا معلومات التاريخية هيك شوي عم بحطها بس تحت نخبر، بس حردين الحلو فيها انك تمشي تلبسي هايكينج شوز شورت جينز مثل ما بترتاحي وتمشي فيها وتكتشفي، لانه فيك تكتشفي اول شيء الصخره مثلا يلي هي بسموها البلاطه حردين. رح نشوف هلا الصور، رح نشوف هلا المعالم هي 300 متر بلاطه واحده صخره هلأ واحده. هلا قبل ما نوصل على البلاطه برونو، خلينا نركز اول شيء على اول معلم يلي اهميه هالمكان هي بتصور بيت القديس من عم طلع الكساب يلي هو الحردين اكيد، يلي بسنه 2004 توب قديس وصار فخر للبنان اكيد، بينزاد على لائحه القديسين اللي من عنا وبنفتخر فيهم وبنحبهم وبنتضرع لهم. عم نشوف هالصور. قديش الدين مهم بهالضيعة؟ جدا. برجع بقول لك فيه 36 كنيسة، يعني بيعتبروا انه الروحانية مهمة جدا. وهلا عم تشوفي صور كمان للمحابس اللي موجودين بالفلاز بالصخرة، يعني في كنيس صغيره، في محابس صغيره بعدها لليوم الناس شو حلو هون هذا المنظر بتقعد رأى. فيها ايه بتقعد فيها مثل ما عم نشوف هلا، في ناس بتقعد يومين ثلاثه بتنام فوق اذا بدك بطرق بدائيه جدا أكيد. بتعيش، وهيدا الشيء بيردك لاصلك، بيردك لجواتك، بتقعدي مع نفسك. ما ضروري بتجي، بتعرفي بيجوا من كل الاديان مش بس من المسيحيه، بيجوا من كل الاديان، بيطلعوا بيزوروا بيتضرعوا بيقعدوا بيسكنوا بهال يعني واحد في عمل ميديتاسيون الضيعة اللي عم نشوفها مثلا هلا بهيك اماكن رواء طبعا. انا بدي اخبرك شغله، من وقت ما عم بطلع تقعد فوق للايفنت، يعني بطلع ثلاث ارباع وقتي بقعد فوق، مش رقت، حسيت حالي رح طير على الارض. عن جد شغله حلوه انه واحد يعبي اكسجين اتليست بالويك اند، لانه لاحق على عجقه المدينه كل الجمعه وعجقه الشغل وستريس الشغل. شغله رائعه. لكن كنا عم نشوف صور هالكنايس، كنت عم تقول انه في 36 كنيسه، شغله رائعه اكثر من 36 كنيسه بمكان. هيدي اللي عم نشوفها مثلا هلا نتوقف على هالصوره. نعم ايه، هيدي البلاطه بسموها بلاطه لانه هي اذا شفتيها مثل البلاطه، هي صخره طول الضيعه من فوق لتحت، فرد صخره، واكتشفوا فيها فوسيل، يعني محفوريات اذا بدك بحرية. من بحريه موجوده عليها. انت تشوفي قد ايه قديمه هذه الصخره وقد ايه تركت اثر عليها مرور الزمن. يعني هيدي يعني طبيعيا هيك، منك كسرات او لا لا لا، هيدي هي هيك صخره بسموها البلاطه، شكلها مثل اللي بتشوفيها هيك من فوق لتحت. شو بيعملوا عليها هي في عليها اذا بتشوفي في عليها من زمان كانوا يعملوا القمح على البيادر، يعني بيعمروا هيك مثل مدورين صغار اذا بنشوفهم بكعب الصوره، بيعمروا عليها بحط عليها القمح وبيقطعوا عليه شو اسمه تحت يفصلوه عن الشعير. فاذا في كتير قصص بتشوفيهم. يعني بتعلم تقاليد كمان بلده. لا يعني نهار واحد بحدين ما بيكفي، لانه تتكتشفي تراثنا لانه بعضهم محافظين عليه بكتير محلات، وتتكتشفي كل القصص الدينيه اللي حكينا عنها والمعالم الجميله والاثريه يلي رح نشوفها هلا. وعم نقول طولها لهالبلاطه هي 350 متر، عرضها 100 متر، ومشهوره كمان يعني لمنظرها المختلف. في صحيح. معبد حكيت عنه، معبد ميركوري. معبد ميركوري رح نشوف هلا صوره، شغله غريبه صراحه، هيدي واحد ما بيكون عارفها. لكن هو وبيعتبر مع انه نحن عم نشوفه هون مهدم، بس بيعتبر من اكثر المعابد بلبنان يلي محافظ عليها، لانه كل احجارها بعدها فوق. هلا طبعا ضررت خلال الحرب والهزات الارضيه. ميركور هو بيكون ابنه لإله الخمر تبع بعلبك، وصحته بيو من بعلبك، وهو قرر يبني معبد. ويجرب يكون اكبر من معبد تبع بيو، وهذا هو المعبد. هذا هو المعبد، معبد كثير حلو. والاهم من هيك هي نقطه المعبد، النقطه اللي بتكوني فيها هي بعلو تقريبا 1500 متر، بتطلع عليكي من بتبلشي من ارز تنورين، تشوفي شو بتشوفي ارز تنورين، بتشوفي ارز بشري والضيعه،
بتشوفي أهدن، بتشوفي طرابلس، شكة، سيدة النورية بتشوفيها، حتى البترون بيروت إذا تقس حلو يعني منظر 360 درجة، وبترجع بتبرمي دوما تنورين. يعني عندك منظر لحاله، هيدا المنظر بخليك شو بقوله تصيري أنت قديسة. شغلة عن جد كتير حلوة، وفي قصص حلوة يعني ما بنعرفها عن هالمنطقة. خبرنا شوي أكتر، شو اكتشفت بالأبحاث اللي قمت فيها؟ مثلا كنت عم بتقلي عن تايتانيك، هيدا قصة بتصور قليل، هيدا قصة كتير حلوة، ما بيعرفوها. خبرنا عنها. كان في 17 إذا غلطان أو 17 شخص من حد ضيعة حردين. وقتها التايتانيك غرق بال 19 شخص. ونجي منهم سبع أشخاص. من هالأشخاص في قصة شخص اسمه يوسف بخبره النكتة إنه نجي لأنه في ست خبطوا تحت الفستان تبعه، لأنه بتعرفي كانوا ينزلوا النساء والأطفال قبل الرجال، فخبطوا تحت الفستان قام زمط. في قصة سيلينة اسمها سيلينة داغر، يلي هي راحت، كان بعدها مجوزة، راحت هي وجوزها بطرس وغرق بطرس. يعني مثل قصة جاك وروز، إذا بدي كانت جاك وروز تبعونا يعني تايتانيك. فيلم هلا بس وهي نجيت وكملت على أمريكا ورجعت تجوزت بأمريكا وعاشت بأمريكا وغيرت اسمها هونيك لسيلين، سيلينة سيلين لأن أسهل كان. ففي عندك قصص كتير صغيرة حلوة. في عندك خبرتك قصة النسكة الأولى سارة، خبرنا شوي أكتر عنها. النسكة الأولى فتشت كتير عنها ما عم بلاقي، لأنه موجودة بكتب وما عم يعني ما كان عندي وجود. بس هي أول امرأة عاشت بهالمنطقة وقررت تعمل نسكة وعاشت فوق مثل بالشفتيون بالهيدا. وفي عندك قصة تانية أنا بحبها كتير، قصة المقدم بنيامين اسمه، هو كان قرر يحمي الضيعة وكان بيعتبروه بطل من أبطال من الغزوات العربية على الضيعة وقتها، كانت عم نحكي نحن بال 1200 تقريبا. في عندي كتير شخصيات من حردين، ويمكن أنا ماني كتير مخول إني خبرك عنهم، بس في أشخاص نقعد معهم بالضيعة بيبقوا مثلا كبار بالعمر وعندهم تاريخ ومؤرخين قصص كتيرة. بتقعدي معهم تكتشفي قديش هالضيعة غنية، وقديشها مش بس هي بنكتفي بضيعة حردين، بس هي صورة مرآة لضيعنا اللبنانية ولتراثنا اللبناني ولتاريخنا. هذه الشغلة الحلوة اللي نحافظ عليها ودلنا نتردد عليها ونساهم كمان باقتصادها المهم تا نخلي هالأشخاص يضلون قاعدين بضيعة. أكيد. ومن المبادرات الحلوة يلي عم بتقوم فيها برونو هي سر الخريف. خبرنا شو أكثر، رح نشوف الصور ونفس هالسر. المهم نفشي لهذا السر، هذا السر بيتشارك. سر الخريف هي مبادرة بلشت معنا أنا وجروب من أصحاب لألي اللي هن تمارا حنا، هشام أسعد، جوزيف خوري، وروي جبرين بال 2015. بلشت كنكتة أو مسحة، كنا بتنورين وعملنا غدا قروي حتى نعزم الناس لعنا ونخلي حردين باردون كنا بتنورين وقتا نخلي الناس اللي بتضيع تشتغل معنا من الست اللي بتعمل صاجي لآخري. بلشنا بهذا الشيء ولقى نجاح كتير كبير وكملنا وعملنا زهر نيسان يلي كان ربيع الماضي بفصل الربيع، وهلأ رجعنا على سر الخريف. كتير حبيت العناوين. العناوين مثل إذا بدك الفصل مستوحين من الشعر. هيدي أنا، هيدي الصورة كتير حلوة. هيدي أنا حضر على خبرنا شو أكتر، لكن هي الفكرة أنه تحضروا الفكرة هي تقليدية. نعم، هي غدا قروي حتى نكتشف ونكتشف الضيعة. يعني من بعده في برومنات كل شيء خبرني عن حردين، بيقدروا يروحوا العالم يكتشفوه بحردين وحلو يشوفوه. فالهدف هو أول شيء الإيكوتوريزم مثل ما بيسموه، يعني السياحة البيئية، يجوا يكتشفوا المنطقة، يقعدوا يمضوا نهار، هن مستقبلين إنه نحن عنا مش بمطعم، هن عم بيقعدوا عنا ببيت، فإذا بدنا إياهم يحسوا حالهم ببيتهم. بعدين الأطباق اللي منقدمها كل موسم منقدم الأطباق اللي بيعملوها بالضياع بهالمواسم. في عندك لايف ستيشن على النار مثل ما شفتيني أنا أحرك. في عندك ست الساج، هاي ميلادي بحب إلا تحية لميلادي، هي اللي بتحضرنا الأكل كتير مثلا. حلوة الصورة مع الابتسامة الكبيرة، مع الابتسامة اللي من قلبها. يعني بتروحي إذا عبالك تشوفي، أنا بقول لهم للمشاهدين إذا عبالهم يشوفوا ابتسامات صادقة وحسوا حالهم بمحل بلا تكلف يطلعوا لعنا على حردين بالإجمال. على حردين بالإجمال، نعم. فهيدا الهدف. ونحن نتنقل، وهلأ السنة نحن بحردين، زهر نيسان عملناه بحردين كل موسم الربيع. هلأ رح نكفي نركز على هالصور. المود لكينا قروي 100%. قروي 100%. كول، واحد بده يكون طالع ينبسط، يدوق اشياء طيبه، يتنشق هواء، نشق هواء نظيف. هيدي طاولتنا مثلا، هيدي طاوله الربيع. طاوله الخريف مختلفه، اكيد الوانها مختلفه، حتى الديكور بيتغير. يعني من نلحق اذا بدك المضمون الموسم. كمان الاكل شو بتطلع من الارض. طب شو اطيب شيء هلا خبرنا؟ انا ما كنت عارفه الرشطه. انا بحبها كثير كمان. انا من زمان بحب اطبخ الرشطه مثلا، انا بحبها كثير. الرشطه هي طبق كثير بسيط معمول من الحبوب ومن العجين. شوية مثل
إذا مش مثل ما بدي سميه مثل شوربة العدس بس شكله شوي مثل شوربة العدس بس مختلف جدا طعمته غير شيء وأنا بحبه كتير واكتشفت إنه بالويك إند قطع كان أول ويك إند نرجع عصر الخريف إنه راحت الطنجرة اللي كنت عم تعملها عنا خلصت يعني أكلك طيب لكن ما فينا أنا كتير هو هدول إذا بدك وصفات كمان من الناس يلي بتعيش فوق يعني أنا بس جددتها أو ضفت عليها يمكن شيء أو هيك تاتش الفني تبع برونو فنية وطبعا الشركة اللي كانوا معي ما عادوا معي بهالإديشن لأنه بظروف أشغالهم يعني أنا كملت وهنا يمكن يرجعوا معي أكيد على غير إديشنز فكمان كلهم إلو نيد لأن إحنا فريق يعني بنشتغل عم شوف كمان انه غير الاكل في اجواء مهضومه يعني عم شوف بعدين انه حاطين كوكوان مثلا هيدي روز زهر. كمان انا بحب استفيد واقول ميرسي لروز ولميلادي ولرؤوف الشباب والصبايا اللي الستات يلي من الضيعه لانه مثل ما قلت لك نحن تنشجع شوي اذا بدك بطريقه حتى لو متواضعه نشجع هالناس يبقوا بكراهم يشتغلوا يعني نوع من اذا بدك تجاره ايكونومي يعني اقتصاد مصغر تبع هالضيع تحت الريفي الاقتصاد الريفي تحت الاغراض الانجريدينتس ما بنشتري شيء من الساحل كله بنجيبه من الضيع اذا مش من الضيعه مش موجود من المنطقه يعني تحت نضلنا عم نحرك حتى لو بطريقه نحن نساهم اذا كل واحد بيساهم بهالحركه حتى في محل رح تشوفي عنا المونة تبع الضيعة أنا رحت نقيت المونة من ستات الضيعة وحطيتها عندي وعم بعلن إياها يعني كل هالحركة بتخلي العالم تكتشف هالضيعة تنبسط أهم شيء وترتاح يعني تشي هيك ريلاكس وحلو كمان للجيل الجديد يكتشف هيدا الشيء لانه بركي الجيل القديم عاش بالضيعة اكثر من الجيل الجديد وهيدا الشغله حلوه كثير يعني حتى الاشخاص يجوا مع اولادهم يحببون بالطبيعه اللبنانيه وبركي بيصيروا يهتموا اكثر بالطبيعه اللبنانيه يبطلوا يكبوا زباله فيها كمان توعيه بيئيه مهمه أكيد. لكل أكيد. الاجيال ما هيك انا اللي بيهمني هيدا الشيء انه كل الشباب وهالجيل الجديد يكتشفوا مناطقنا نحن اليوم بحردين بس بكره يمكن ما بعرف بالنبطيه او بجزين او بال أو برأس بعلبك يعني كل يوم نحن بدنا نتنقل بدنا نحاول نتنقل يعني هذا بروجي بده يكبر معنا الله راد لأنه لبنان بلد متنوع جدا حلو كتير وسفر بلبنان فواياج فواياج سفر بلبنان قد حيلا وأحلى أوقات بكتير من سفر اللي بنعمله برا لأنه نهج هالبلدنا أكيد كتير أشخاص بيطلبوا مني خصص حلقات من فواياج فواياج عن لبنان بهالطريقة السريعة اللي بتخلينا هيك نكتشف بلدنا ونحبه أكتر لأنه عن جد قد هو صغير قد أنا بعدني بكتشف فيه أشياء حلوة كل مرة بقول ما معقول وناطرك أنا عندي أصلا أكيد بعد أكيد 100% بدنا ندوق أكلاتك الطيبة أكلات ميلادي أهم شيء هي اللي بتنفذهم عم نشوف كمان هلا بدنا نشوف صور تنورين يعني تنورين. اول بارت من من هالمشروع المهم اللي بلشت فيه شو الاشياء المختلفه اللي بنشوفها بتنورين كنا الحلو بتنورين يلي ما عندنا اياه بحردين لسوق الحاس بس بحردين عندنا شيء ثاني بعوض يعني كل منطقه عندها غنى بتنورين عملنا شيء كثير حلو كان انه كنا عند ناس عندهم اراضي زراعيه حوالينا دغري وكان عندهم مواسم تفاح يعني نحن شو عملنا صفوا ناس يجوا يشتروا التفاح مباشره يقطفوه هن ويشتروا مباشرة من المزارع اللي كنا عنده وهيدا أحسن ليش؟ لأنه مزبوط أنه أنت لما اليوم المزارع بيبيع تفاحاته للتاجر بيبيعهم بسعر معين لنقول إكس نحن وبتروح بتشتري أنت بالسوق بسعر مضاعف بينما نحن اللي عملنا أنه هالشخص أنت مباشرة تجي بتشتري من المزارع بأغلى من يلي بياخده التاجر ولكن من الأرخص اللي أنت بتشتري من السوق فهيدا بيفيد الكل أنت بتستفيدي لأنك عم تشتري طازة من الشجرة وبنفس الوقت المزارع عم بيستفيد لأنه عم بيبيع أغلى شوي من يلي بيشتري منه التاجر بالكميات كان win-win situation كل مبسوط win-win situation كل مبسوط وهيدي كمان بيساعد يعني بطريقه متواضعه انه نشجع هالاقتصاد الصغير برونو عم نشوف الصور يعني هي القعده كيف للاشخاص اللي عبالهم يروحوا عم بتشوفي يعني على طاولات واتشي او طاولات واتشي قعدت بكسانات اذا في اشخاص لا طبعا اذا في كبيره بالعمر مثلا او في عنا سكشن صغيره مثلا لاشخاص مسنين اوقات بيجي بيكون عنا هيك كوان صغير فيه مثل فوتويات قصب بيقعدوا فيهم مع طاوله عاليه طبعا يعني مشان الكل يكون يلاقي محله ويكون مرتاح وبتنصح الاشخاص يعني مثلا حسب في حدا بالويك اند على باله يروح مع عائلته ان كان الاهل الاولاد اولاد الاولاد الصغار كمان الاكسي فاسيل يعني واحد ما بده يوصل ويعربش ويطلع يعني الاشخاص بركي اللي ما بحبوا يعملوا هايكينج بيقدروا يوصلوا بسهوله انا بحب لهم انه ما في هايكينج يعني بتوصل السياره بصفوا بيمشوا لعنا 50 متر بينزلوا النزله بيقعدوا عنا
ونحن المشوار يلي بنعمله بعد الظهر اللي خبرتك عنه تكتشفوا الضيعة هو optional، يعني إذا بدك للي بحب، مش كل العالم مثل ما أنت قلتي في ناس مسنين ما فيها تمشي، فمنه هايكينج، هو برومناد بنسميها كزدورة بالضيعة لنكتشف أهم المعالم، ويلي بحب أكثر من هيك بيقدر يعمل أكثر من هيك حسب كل واحد طاقته. لكن تنصحوا فيها بعد الغداء؟ ايه تنهضي الاكل الطيب. طيب شو مشاريعك بعد حردين؟ وين عبالك تروح؟ فكرت بمنطقه معينه؟ هلا انا يمكن معلق كثير بقضاء البترون، فهلا اول مرحله ولاني بعرفه، يعني بحب لما الناس يجوا لعندي يحسوا اني بعرف المنطقه عن جد كاني من المنطقه، وفعلا كاني من المنطقه. فاليوم حردين، بكره يمكن ارجع تنورين، يمكن دوما، يمكن شتين، يلي هو ضيع بقضاء البترون. فضل بلش بمناطق متمكن فيها وبعرفها منيح، حتى بعدين لما انتقل غير محل كمان حسس العالم انه عن جد انا من هالارض كمان، من هالبلد، حتى لو انا على التذكرة مش من هالضيعة. انا بحب اشكر كل الناس اللي ساعدونا، معلش رح اخذ هاللحظة، غير الفريق في كمان البلدية، يعني مجلس البلدي بحردين يلي هن كتير اذا بدك مندفعين كانوا لهالمبادرة، وخاصة الرئيسة رمزة عساف يلي دعمتنا، يلي عطتنا شو ما بدكم نحن حدكم عملوا هالمشروع، لانه حست انه نحن عم نعمل شيء بيشبههم، وهي كثير ما شاء الله حركتها يعني دائما تتعمل شغل لضيعتها. شغله كمان عن جد حلوه، واحد يكون فيها التضامن اللبناني قد ما فينا نضوي على هالمناطق الحلوه. طب شو واحد بيجيب معه من هيك مشوار؟ دائما بفواياج فواياج شو ناخذ معنا؟ شو نجيب معنا؟ شو نرجع معنا؟ لك انا بنصحهم بقصص المونه، لانه حردين معروفه كمان بالكشك، بتعرفي كل منطقه عندها الكشك تبعها، وما بعتقد فيك تروحي على ضيعه ما تجيبي كشك، لانه كل كشك بيعملوه على طريقتهم. في عندك شيء كثير طيب يلي هو سفرجل، في شيء ما بعرف اذا قطع بالصور، في محل بحردين اسمه الرام. رام هو كنايه عن سهل، بالشتاء بيعبي مي لان ارضه طين، فما بتتسرب المي بسرعه، بتضل للربيع لاخر الربيع كمان، فبتعبي يمكن شيء 3 امتار مي. هيدا كله حق السفرجل، بيتغطى الشجر، السفرجل بتتغطى بالمي لحديت ما يرجع الصيف، وبعدين بالخريف بيطلع موسم السفرجل. فحردين معروف كتير بسفرجل، بيعملوا مربى سفرجل. طب شي مربى سفرجل؟ انا المربى المفضل لأهلي. انت بتحبي خلاص خلي لك شي لكن عشرة بلقلك مربى سفرجل، بقول عنده كتير كمان افادات، يعني ايه ايه فوائد كتير. في عندك الزيتون بحردين لانه هي على علو 1000 متر، ايه اكيد منطقة. ففي عندك، في عندك زيتون طبعا بيعملوا زيت كمان، في عندك عندك النقيش الضايعة ما رح سمي أحسن يزعل مني، بس كل ستات الضايعة كل وحدة بتعمل منقوشتها على طريقتها، وما فيك تطلع يا حبيب، وما في شيء أطيب من التاني. يعني بتصور واحد بده يطلع ويعمل سبور كتير وقتها يرجع. أنا رأيي ينبسط هلأ وينسى. طب وبرونو خبرنا شو أكتر، هودي فكرة الكادو دو روتور، هودي شو الأشخاص بيرجعوا معهم؟ شو بعد نحن عملنا مثل كارت بوستال صغيرة اللي هي قائمة شوفها هون، كل موسم في كارت بوستالة الموسم طبعا. في عنا هيدي مثلا، ايه مثلا هيدي تبع سر الخريف، دائما على قفاها منخبر قصة شخصية من حردين. خبرنا قصة سيلينة بالربيع يلي كانت بالتايتانيك، هلا عم نخبر هون عن قصة سارة اول ناسكي والمقدم من يمين، يعني هيك حتى يروح الواحد معه ذكرى حلوة. طبعا نحن منخبرها بطريقة قصة صغيرة حكواتي عم ايه بطريقة حتى بس منحط المعلومات الأساسية فيها حتى ما يكون في شيء ناقص. شغلة كتير حلوة، بتصور يعني المشوار بيكون رائع على كل الأصعدة. وبتصور معك يعني الحلقة ما معقول تنتهي برونو بلا ما نسمع صوتك الحلو. أنت هونيك بتغني لهم كمان؟ لا هونيك النجمة هي حردين. مش أنا ما بلعب دور. اليوم النجمة حردين. لا بس بدي خبرك شغلة، فين عدة مرات بيجوا ناس بنقعد مع بعض، بس أنا بتبلش صبية تغني، برونو بدك تغني بدك تغني، بتصير كل العالم جمعة وقاعدين كلنا عم نغني وكلنا عم نزقف، يعني هيدا الحلو بجو القعدة عنا انه منه ما في تكلف، يعني لما بيصير في شيء قاعدة على موضوع كل بيتجمعوا ما بيكونوا بيعرفوا بعضهم الناس وبيلتقوا. كنت عم شوف حدا بيدق جيتار كمان. مزبوط، وكان في سينتيا مرة اجت دقت يوكيليلي وغنت، في صبية دقت جيتار وصاروا كلهم يغنوا، وكان عندنا طاحون، ويعني جو الضيعة. طب واليوم اكيد رح تكون الغنية باللبناني، بنعرفك انت عندك كل الريجيستر يعني اجنبي ولبناني، بتصور مهم واحد كمان يغني باللبناني انا بحب لغتي، يعني بعتقد عم تحكي مع الشخص الغلط عن هالموضوع، وغرامي لهالارض ولتراثها وللغتنا معروف، وبجرب قد ما فيني يكون على قد الحمله.
اوكي اكسلنت. لكن بقى نختم حلقتنا شو بدك اليوم شو بتشعبلك تسمعي؟ شو سمعنا شيء هيك من وحي حردين من وحي التراث اللبناني؟ اوف كثير عم تصعبي علي يعني بدنا اشياء مهضومه اغاني لايت بنحبها ما بعرف انت شو عبالك؟ كنت عم بدندن هلا على التاست غنيه من مسرحيه للرحابنه يلي هي اخر ايام سقراط. رح يلا نمشي فيها. أوكي. نمشي فيها. لا تعرف اسمي ولا أعرف اسمك، لا تحمل أمي ولا أحمل أمك، نتلاقى غرباء نتفارق غرباء، ليلة سعادي روحوا ليهمك، يا مارق ودجران أنا بخفف ضجرك، بغني لك تا تنسى اللي هجرت وهجرك، بسميك حبيبي ليلي والليل السهول، السيف اللي بيجرح مرة بيجرح على طول، بدك تروح روح ولا يهمك، لا تعرف اسمي ولا أعرف اسمك. نحن عم نعرف اسمك برونو وصوتك الرائع يلي عن جد بالصور بكل اللغات بيضلوا مفتخر فيه نحن. ميرسي كتير على وجودك معنا. ميرسي لكم وإن شاء الله تكون بسط بحلقتنا مثل ما انبسطنا فيك. أنا بسط كتير فيك. ميرسي كتير لهالاستقبال. ميرسي للإم تي في يلي دايماً ويكبتنا بكل شيء بنعمله. وناطركم بسر الخريف على كل حال. اذا بتحبوا فيكم تشوفوا على الفيسبوك كم بيج كم مره بعد فيه لا ما هلا في هيدا الويك اند وانا اليوم عبر الام تي في راح اعلن تمديد لاسبوع اخر لانه عندنا طلب كتير كبير وطبعا طالما بيسعفنا الطقس نحن بنكمل بالموسم بس بتعرفي الجبل بيغدرك الطقس اكيد وحده بتاخذ معه جاكيت او جاكيت ونحن هونيك محضرين حاسبين حساب يعني اذا حدا سقع شوي كل التفاصيل ففوتوا على البيج تبعنا على فيسبوك اسمها اوتوم سيكريت سر الخريف في عندكم كل التفاصيل حتى فيكم تتصلوا على 71 902 915 اذا بتكون انفورميشن دايركت. برونو ميرسي كثير. انا بدي اقول لك ميرسي ورح ننهي مع الليحه الختاميه للاشخاص اللي بركي ما بلشوا الحلقه من الاول شو ياخذوا معهم شو يشوفوا شو يعملوا وشو يذوقوا بحرزين مع سر الخريف. ميرسي كثير. ميرسي ألسا. حلفتك تجي تلعب عندي بهالدار خبرني إن كان بعده بيذكرني ببلدي وعالسهرة نطرني خبرني إن كان بعده بيذكرني حبيبي احكي لي انا سيني عن اهلي عن بيتي عن جار الطفولة حكاية طويلة